بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من اسرتي ايقونه في الكنيسه، وما زلنا بنتامل في طقس سر الزيجه والمعاني الروحيه الجميله اللي بتعلمها لنا الكنيسه فيه، لكي يكون هذا السر وطقسه درس روحي يبقى في حياه الزوجين الى مدى الايام. من الخطوات الجميله في هذا السر هو الصلاه على الزيت، وان الاب الكاهن بيرشم العروسين بالزيت، والزيت هنا بيكون زيت زيتون، وزيت الزيتون هو الزيت المستخدم في الكنيسة في أسرار الكنيسة، اللي بنؤمن مثلا بأن الروح القدس من خلال الدهن في الزيت بيقدس المعمودية وبيقدس الأيقونات وبيقدس العروسين وسر مسحة المرضى، لأن زيت الزيتون هو رمز للنقاوة ورمز أيضا للسلام، كما احنا عارفين الزيتون رمز للسلام. فهنا الكنيسة بتحط علامة مهمة جدا في حياة الأسرة، أنتم ستقدسوا بعمل الروح القدس، وهذا الزيت عنوان لهذا. ويصلي الأب الكاهن على الزيت ويقول له: يا رب أنت الذي من ثمر شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوكا وأنبياء، نبتهل ونتضرع إليك لكي تبارك هذا الزيت تبريكا ليكون زيتا لتقديس عبديك العريس والعروس. والله يبارك الزيت، وبالزيت ناخد البركة دي، بالرشم بالزيت ناخدهم، ويترشم العروس والعريس بالزيت في الجبهة وبمثال الصليب وفي الإيدين وفي الصدر أو الرقبة، إشارة إلى أن روح القدس يقدسهم بعمل الصليب، بقوة الصليب الذي يعطينا الخلاص، يكون سبب خلاص لهذه الأسرة ويعيشوا في حياة الخلاص. ونطلب أن ربنا يعطيهم من خلال عمل الروح القدس سلاح البر والعدل، تتسلح الأسرة بحياة البر والعدل، بحيث أن كل واحد يحفظ حق الآخر. مسحة الطهارة وعدم الفساد، كانت تكون علاقتهم فيها طهارة ما فيهاش نجاسة وما فيهاش انحراف وما فيهاش بعد عن روح ولاد الله، ويعطيهم نورا وجمالا لا يزبل، تظل المحبة في حياتهم، تجمعهم فتنور حياتهم وتخليهم دايما حتى آخر أيامهم في نور وفي محبة متكاملة، ويعطيهم فرح وزينة وعزاء حقيقي، أن يزينهم بالفضائل ويفرحهم بالحياة المقدسة وبالحياة الناجحة، ويعطيهم عزاء في وقت الألم أو في الضيق أيضا يعزي قلوبهم، ويعطيهم قوة وخلاص وغلبة على كل أفعال المضاد. عندما يسكن روح الله في القلب وفي الأسرة يكون عندنا غلبة، حتى لو عدو الخير حاول يوقعنا في مشاكل أو في ضيقات أو يدخل بينا كراهية أو يدخل بينا يعني شعور وحش، نستطيع بعمل الروح القدس نتغلب على هذا ونطرده. يعطيهم ايضا تجديد وخلاص لنفسيهما وجسدهما وروحهما. احنا بنحتاج التجديد في حياتنا بالتوبه وبتجديد المحبه وبتجديد العلاقات وبتجديد المشاعر. الروح القدس عندما يسكن فينا يعطينا هذه القيم. واخيرا غنى مع ثمره الافعال الحسنه، والغنى هنا مقصود به غنى في الفضائل وغنى في الروحيات وغنى في المبادئ والصفات الحلوه وثمار حلوة. وبعدين نلاقي في مرد جميل يصلي الشمامسة، وممكن يصلي الشعب كمان، لما يقول المرد الحلو ده يقول: دهنت بالزيت رأسي وكأسك أسكرتني مثل الصرف، ورحمتك تدركني جميع أيام حياتي. والعبارة دي أو الجزء ده مأخوذ من مزمور جميل جدا كلنا عارفينه، وهو مزمور 23، مزمور الراعي: الرب رعية فلا يعوزني شيء. وفي آية 5 وآية 6 من هذا المزمور يقول كده داود النبي: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. وهنا بنعرف أن هذا المزمور مزمور إفخارستي، بيتكلم على الإفخارستية وعمل الروح القدس في حياتنا وعلى جسد الرب ودمه. مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، يعني اديتني يا ربي عمل الروح القدس فامتلت الكأس عندنا، شبعت بريا يعني شبع وارتواء كامل بعمل الله فينا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وهو ده المعنى اللي عايز الكنيسة توصله للأسرة الحديثة التكوين، إنكم عندما تحيوا حياة مقدسة تشعروا بالشبع بالتكامل بالفرح، لا يكون عندكم أي نقص،
لا نقص في العاطفة ولا نقص في التكامل ولا نقص في الشبع الروحي ولا النفسي ولا الجسدي، تصير حياتهم شبعانة بالروح القدس فيصيروا في فرح، لأن الروح القدس يعطي فرح، وهو ده المعنى اللي بتعلمه لنا الكنيسة من خلال رشم العروسين بالزيت. ربنا يعطينا أن نكون باستمرار شبعانين وفرحانين ومتكاملين بعمل الروح القدس في حياتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.